أكد موريسيو بوكيتينيو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزية أن هاري كين لاعب السبيرز شعر بالإحباط بعد ردة فعل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول بشأن قرار الاتحاد الإنجليزي باحتساب هدف السبيرز الثاني في مرمى ستوك سيتي لصالح كين. كانت مباراة توتنهام أمام ستوك سيتي التي أقيمت ضمن منافسات الدوري الإنجليزية انتهت لصالح الأول بهدفين مقابل هدف سجلهما اللاعب كريستيان إريكسن، إلا أن هاري كين أكد في أكثر من مناسبة أنه لمس الكرة لتقرر إدارة السبيرز تقديم تظلم للاتحاد الإنجليزي الذي أصدر قراراً فيما بعد باحتساب الهدف لصالح كين. كين وصلاح يتنافسان على لقب هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث يتصدر الأخير الجدول بفارق 5 أهداف عن لاعب السبيرز. واستنكر صلاح قرار الاتحاد الإنجليزي باحتساب هدف ستوك سيتي الثاني لصالح كين معلقاً عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً حقاً. ونقل موقع برمنغهام لايف تصريحات لمدرب السبيرز والتي أكد خلالها أن كين كان محبطاً بسبب ردة فعل محمد صلاح ولاعبي ليفربول تجاه قرار الاتحاد الإنجليزي. وأوضح بوكيتينيو أن كين لاعب صادق ولن يكذب، مضيفاً أحترم كثيراً آراء لاعبي ليفربول كما أحترم آراء كل من عارض القرار، كل شخص من حقه الاعتراض، نحن في مجتمع يتمتع بحرية التعبير. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.